على ميدان الملعب الأولمبي برادس استضاف الترجي التونسي ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي حامل اللقب. الفوز كان سيؤمن بطاقة التأهل للترجي ويجعله يخوض الجولتين الباقيتين بأريحية أكبر، لكن التعادل السلبي كان سيد الموقف. المبادرة كانت للفريق الضيف في مطلع المباراة، الركلة الثابتة على مرمى المعز بن شريفية بقليل. عاد الضيوف إلى المبادرة واستغلوا خطأ فادحا من فرجان الساسي لينفرد بيرسي تاو بمرمى الترجي، لكن حارسه المعز كان بالمرصاد وجنب فريقه هدفا محققا. في الجهة المقابلة وقف الحارس دينيس أونيانغو بالمرصاد أيضا لرأسية فخر الدين بن يوسف. عاد بن يوسف بالرأس مجددا لكن دون خطورة تذكر على مرمى أونيانغو. ضغط الترجي تزايد شيئا فشيئا دون أن يثمر، كتسديدة كوليبالي التي مرت بعيدة عن القائم الأيسر لأونيانغو. حارس ماميلودي حرم الترجي من فرصة أخرى للتقدم عندما تصدى لتسديدة شمام في الدقيقة الأخيرة لتنهي الصافرة نزالا أبيض أجل حسم الترجي لبطاقة التأهل إلى الجولتين الباقيتين. فرض نادي